الجمهور ديال فريق الجيش الملكي اكيد ينتظر انتعاشه ديال الفريق. اخر الاخبار واخر المستجدات ديال فريق الجيش الملكي ناخذوها معاك عبد اللطيف ابجاو. سي محمد، يعني الحدث البارز بالنسبه لفريق الجيش الملكي هو التعاقد ديالو مع مدرب جديد اللي هو البلجيكي سفين فان دين بروك، اللي المدرب اللي جا بلاصه المدرب عبد الرحيم طالب، يعني بعد ما المدرب مساعد محسن بونف هو كان قائد الفريق في منافسه ديال كاس العرش، واليوم تم التقديم ديال المدرب البلجيكي الجديد اللي هو كيبلغ يعني 41 سنه، يعني كان قضى واحد الفتره طويله يعني كمدرب مساعد في مجموعه من التجارب على المستوى يعني الاوروبي، يعني كان في انديه يونانيه وايضا بعض الانديه البلجيكيه، وايضا كانت عنده تجربه مع المنتخب الكاميروني، يعني كان مدرب مساعد اللي كان فاز معاه مع المنتخب الكاميروني بطولة ديال كاس امم افريقيا، وسنه 2018 فدار اول تجربه ديالو كمدرب اول اللي كان ديال المنتخب يعني الزامبي، ولكن التجربه فيه دامت 7 شهور. من بعد فهو درب فريق سيمبا التنزاني، وهنا يعني كان حقق نتائج ايجابيه منها البطوله التنزانيه والكاس، وايضا يعني دار معهم واحد الخطوه جيده على مستوى الدوري ديال ابطال افريقيا، لان اهل فريق سيمبا دور المجموعات، وبالمناسبه جا في المجموعه الاولى مع الاهلي وكذلك المريخ وفيتا كلوب، يعني بعد تأول فانه فك الارتباط ووقع مع فريق الجيش الملكي. المدرب اللي اذن كان لاعب سابق، يعني كانت مجموعه من الكريتير اللي داروا يعني المسؤولين فما بغاش يتسرعوا، ولكن اللي كنا حنا عارفين هو انه كي غيكون مدرب اجنبي اللي يعني بغاو انه يتقن اللغه الفرنسيه باش انه يكون التواصل جيد مع اللاعبين، وبالتالي فالان يدخل فريق الملكي عهد المدرسه البلجيكيه. كنعرفوا المدرب ماوس اللي كان درب فريق الجيش الملكي، وبالتالي فال والتر ماوس جيغاز، بزاف ديال المدربين اجانب اللي مروا في التاريخ ديال الجيش الملكي. يمكن قلتي اهم يعني اهم حاجه كانوا تيقلبوا عليها هو انه يكون مدرب اجنبي، كان هذه اهم يعني لي كريتير اللي كانوا تيقلبوا عليهم، او باغمي لي كريتير اللي كانوا تيقلبوا عليهم هو انه يكون مدرب اجنبي. ابشر بالفعل سي محمد، يعني كان كما قلت لك فالمدرب اجنبي ويتقن اللغه الفرنسيه، يعني ما غاش مثلا يجيبوا مدرب لي اسباني يلقاو معاه المشكل، لان كان يعني كنظن في الموسم قبل الماضي كان تعاقدوا مع مدرب اسباني، ولكن ما يعني كان التواصل شويه صعيب مع اللاعبين، وكان مجموعه من الامور اللي كانت عقدات المهام ديالو، ايضا حتى المدرب اللي يكون عنده يعني واحد التجربه على المستوى الافريقي، وكنعرفوا بان ماوس فهو كان خدم حتى يعني اجواء في النادي الافريقي بتونس، وبالتالي فتم التوقيع ديالو الموسمين. يعني كتبقى يعني الاسئله، واش يعني المدرب واش غينجح ام لا، يعني شفنا حتى التصريح ديالو فهو غيحاول، يعني نهضر على الاهداف، يعني عرف بان فريق الشمالي فريق كبير، وعرف بانه هذه سنوات ما توجش بالالقاب، ولكن يعني يحاول انه كما قال يزرع هذيك النزعه ديال التفاؤل داخل الفريق، المحيط ديالو يحاول انه يشتغل عليه، يعني مجموعه من الامور، وتيبان سي محمد بان المهمه ديالو فهي ما غاديش تكونش سهله، لان كنعرفوا المطالب ديال الجمهور، المطالب ديال الاداره ديال الفريق، اللاعبين شويه كانوا واحد شويه ديال الضغط عليهم، هذه كلها امور فما غاديش تكونش سهله. كيبقى يعني السؤال واش غيستغل يعني المدرب الجديد يعني الميركاتو المقبل غيتفتح في 20 فجر، واش غادي يعني هذا السؤال ابجاو، واش هناك لاعبين غير مؤهلين عند فريق الجيش الملكي، ام ان الامور مزيانه وبالتالي يقدروا حتى هما يديروا ميركاتو هذا الموسم هذا؟ يعني جميع اللاعبين المؤهلين، يعني سي محمد يعني حتى الوضعيه الماليه فهي يعني كي تيقولوا في المستوى، وبالتالي ما عندوش مشاكل مع فريق الجيش الملكي مع اللاعبين، وحتى اللاعبين الاربعه اللي كان انتدبهم فهم يعني كيشاركوا، بالتالي ما كاينش مشكل بالنسبه لفريق الجيش الملكي. كيبقى فقط واش يعني المدرب الجديد واش غادي يستغل، لان كما تيقول عندهم يعني الفرصه فريق الجيش الملكي باش انه يدير انتدابات جديده. كتبقى كما قلنا واش المدرب الجديد واش غادي يراهن على لاعبين جدد واش يخدم مع هذه المجموعه، ربما ان يعني سي محمد
كاين شويه ديال الحظ عنده، لان مع فتره ديال التوقف ديال البطوله ما غايدخلش على الفريق ويبدا لي ماتش، فغيحاول ان اول شيء يوقف على المجموعه، يعني اكيد انه غادي يشوف يعني الماتشات ديال الفريق هذا الموسم هذا، يشوف شنو المراكز ديال الخصائص، خصو يعني يتعرف على اللاعبين، خصو يعني انه كي تيقول يقرب يعني العمل ديالو مع اللاعبين. اذا عمل كبير كينتظر يعني المدرب الجديد يعني الزبان باش انه يحاول انه ينجح في ابجاو. هنا يطرح سؤال بخصوص يعني الطاقم المساعد ديالو، واش غيبقى نفس الطاقم ولا كاين شي مستجدات في الجانب هذا؟ بالنسبه يعني يعني المعلومات اللي خدينا يونس عفوا سي محمد هذا الصباح هذا، هو ان هو اللي غادي يختار يعني الطاقم المساعد ديالو اللي غادي يشتغل معه ولا غادي يساعد، ولكن غيكونوا معاه يعني ثلاث ديال العناصر من اللاعبين القدامى، يعني كي غيتعامل معاهم واش غيختار منهم يعني اللي غادي يكون مساعد ديالو، غيخلي ان الجروب كامل اللي هما محسن بولا اللي كنعرفوه يعني اشتغل كمدرب مساعد مع عبد الرحيم طالب، ايضا عزيز الصامدي، ثم عادل السراج. هذا الثلاثي غادي يكون حاضر سي محمد نهار الاثنين اول حصص تدريبيه، ربما غادي يكون هناك اجتماع مع المدرب واش غادي يخدموا معاه كاملين ولا غادي يختار منهم واحد، وغنشوفوا حتى يعني بالنسبه للمعد البدني وايضا المدرب الحراس اللي كما الاخبار اللي عندنا، وانه هو اللي غادي يختار يعني الطاقم اللي غادي يشتغل معاه. اذا عنده هذه الايام هذا غتكون اكيد جلسات واجتماعات مع المسؤولين باش انه يقاد يعني مجموعه من الامور، لان اللاعبين فهم في فتره راحه عندهم اسبوع بعد المباراه اللي كنجراو امام فريق اتحاد التوارقه، والنهار الثاني غتكون اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد البلجيكي بالنسبه مع اللاعبين ديالو، ايضا حتى مع المساعدين اللي غادي يكونوا معاه، من ثم غادي تكون مجموعه من الامور اللي غيتم الاتخاذ ديال سي محمد بالنسبه الطاقم التقني. اذا كحصيله باش نرجعوا للحصيله ديال فريق الملكي، فكان حقق جوج ديال الانتصار واحد، جوج ديال التعادلات وجوج ديال الهزائم، اذا الحصيله هي ماشي مقنعه بزاف. كاين تاهل لحد الان مع على مستوى الكاس، تاهل كما كنعرفوا بصعوبه مع فريق اتحاد التوارقه، اذا الفريق يحاول انه يرجع يعني المستوى ديالو، انه رجع يعني ديك الهيبه ديالو مع المدرب ديالو المدرب الجديد اللي هو زبين، واكيد ان كما قلت لك سي محمد غيكون عمل كبير بالنسبه لهذا المدرب الجديد، لا على مستوى انه يعني باش يتعرف على الفريق على المجموعه على الاسلوب على مجموعه من الامور، وايضا حتى يتعرف على البطوله المغرب بحكم انه لاول مره فهو باغي يشتغل بالبطوله المغرب. اذا نتمنى واحد السعيد للمدرب والجيش الملك باش انه كما قلنا هنا كاين انتظارات كثيره لا بالنسبه للجمهور لا بالنسبه ايضا للمسؤولين المتبعين. نعم شكرا لك.